السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى سلامي للجميع. إن شاء الله ربنا يعافينا ويعافيكم من وباء الكورونا وتكونوا جميعا بصحة وعافية. اليوم إن شاء الله راح نبدأ في chapter 10، اللي هو يعني بالمجمل راح يعني نتعمق في النمط الكينوني من البرمجة، نفهم أكثر كيف ممكن نوظف الكلاسز والأوبجكتس في إيجاد الحلول للمسائل البرمجية. طبعا احنا في الشابتر 9 تعلمنا كيف ايش يعني كلاس وايش يعني اوبجكت، كيف نعرف كلاس وننشئ منها اوبجكتس، ايش يعني الداتا فيلدز، ايش الانستنس ميثودز، وشفنا الفرق بين الانستنس ميثود والستاتيك ميثود. هاي التفاصيل كلياتها تعلمناها كلها في شابتر 9. الان في شابتر هذا راح نتعلم اكثر كيف نفكر في ايجاد الحلول باستخدام النمط الكينوني، كيف يعني نوظف الكلاسز والاوبجكتس لايجاد الحلول للمزايا اللي بيقدم لنا اياها النمط الكينوني، من امكانيه اعاده الاستخدام المكونات البرمجيه اكثر واكثر، وسهوله تجزيء المساله الى وحدات برمجيه يمكن اعاده استخدامها وتوظيفها في حل المساله بشكل فعال اكثر. اوكي، طبعا هون الموتيفيشن يعني اللي هي التحفيز الحافز لنا لهذا الشابتر، اللي هو نتعلم اكثر كيف نستفيد من النمط الكينوني في ايجاد الحلول للمسائل المبرمجه. الاهداف من هذا الشابتر، طبعا في المحاضره هذه راح نغطي احنا الاهداف من 1 لـ 5 لحد 4. في المحاضره القادمه ان شاء الله راح نشوف كيف نستخدم الرابر كلاس، سبق ان تحدثنا عنهن هذول وشفنا جزء منهن، زي الانتجر كلاس استخدمناها لما كنا نعمل انتجر دوت بارس انت او دبل دوت بارس دبل. راح نتعلم اكثر عن هذول الكلاسز ونشوف ايش فوائدهن بشكل اوسع شوي من اللي تعلمناه في السابق. طبعا احنا بنعرف انه الكلاس هي عبارة عن القالب الذي يمكن استخدامه لتصنيع الكائنات. طبعا هنا بدنا نشوف احنا كيف نعرف كلاسز ونعمل الكلاس امبلمنتيشن هيدن فروم ذا كلاينت، يعني انه الكلاس يكون يعني معروض منها فقط الجزء اللي بيلزم لليوزر او للكلاينت عشان يستفيد منها. زي ما احنا بنستخدم الكلاسز الجاهزه، في كلاسز كثير جاهزه نستخدمها احنا، زي مثلا استخدمنا السكانر كلاس وانشأنا منها اوبجكتس، واستخدمنا بعض الميثودز اللي موجوده فيها، استخدمنا السترنج كلاس وانشأنا منها اوبجكتس. كل هاي الكلاسز استخدمناها دون ان يكون لدينا اي معرفه بالامبلمنتيشن تاعها، يعني ما حدا فينا بيعرف كيف السترنج كلاس امبلمنتد، يعني الميثودز اللي موجوده في داخل الكلاس شو الامبلمنتيشن تاعها ما بنعرف. نفس الشيء السكانر كلاس، كنا نستخدم مثلا نيكست انت او نيكست دبل من السكانر كلاس، ما حدا فينا بيعرف كيف نيكست انت او نيكست دبل امبلمنتد، يعني ما بنعرف الامبلمنتيشن. هاي مزايا من ميز من مزايا البرمجه الكينونيه اللي هي الانكابسوليشن، اللي بيعطينا امكانيه احنا نخفي الكلاس امبلمنتيشن عن الكلاس انترفيس. الكلاس انترفيس اللي هو خلينا نقول واجهه الكلاس، ما يلزم لمعرفته حتى نستطيع استخدام الكلاس. يعني انت اي كلاس بيلزمك تعرفه عشان تستخدمها، اللي هو الميثود سيجنتشرز يعني، والكونستانتس اذا فيها كونستانتس معينه. فهاي المعلومات اذا توفرت لنا يجب ان يكون لدينا امكانيه من استخدام الكلاس وتوظيفها في ايجاد الحلول بغض النظر عن الامبلمنتيشن. واحنا اليوم في هذا الشابتر راح نتعلم كيف نعرف كلاسز ونخلي الامبلمنتيشن للميثودز اللي موجوده فيها هيدن فروم ذا كلاينت، يعني انا ككلاينت يعني مستخدم للكلاس بدي استفيد منها، بدي استخدمها في برنامجي، ما بلزمني اعرف التفاصيل الداخليه للميثود امبلمنتيشن. بلزمني اي ميثود عشان استفيد منه بلزمني اعرف السيجنتشر تاعه، بس اعرف اسمه، ايش الارجيومنتس الباراميترز اللي له عشان ابعث له ارجيومنتس تتناسب معها، وايش الريتيرن فاليو اللي برجعها. اذا عرفت هاي المعلومه عن اي ميثود بيكون عندي قدره على استخدامه وتوظيفه في اي مساله معينه دون الحاجه لمعرفه الامبلمنتيشن تاعه. هذا المفهوم بنسميه كلاس ابستراكشن اند انكابسوليشن، يعني لمزج البيانات والعمليات في وحده واحده اللي هي الكلاس، وانها تكون الكلاس هذه الامبلمنتيشن تاعها هيدن فروم ذا يوزر.
مثال على هذا الكلام اللي هي كلاس اسمها لون كلاس، لون يعني قرض بنكي. طبعا هنا بنعرف احنا انه هذا الشكل هو اللي اليو ام ال دياجرام. زي ما احنا شايفين اليو ام ال دياجرام للكلاس بتكون من ثلاث اجزاء: اسم الكلاس، الاتريبيوتس او البروبرتيز، والميثودز اللي هي الوظائف اللي موجوده فيها. الان هاي المعلومات اللي موجوده امامنا تعطينا إمكانية من استخدام هذه الكلاس في أي مسألة نحتاجها دون الحاجة لمعرفة أي من هذه الميثودز كيف معمول له implementation. يعني أنا عشان أستخدم الميثود اللي اسمه get number of years بس بعرف هنا إنه الميثود اسمه get number of years برجع لي integer value ما إله أي parameter. عشان أستخدم الميثود set annual interest rate بلزمني اعرف اسمه، بلزمني اعرف انه هذا بيستقبل له باراميتر واحد نوعه دبل، هذا هو، وبرجع void يعني ما برجع اي قيمة. لان هذا الكلام، هاي المعلومات اللي موجودة هون مع الكومنتس التوضيحية اللي موجودة هون، هذا الكلام بيعطيني امكانية لاستخدام هذه الكلاس اذا عرفت وين هي موجودة في اي باكيج دون الحاجة لمعرفة اي تفاصيل عن الامبلمنتيشن تاعها. طبعا بامكانكم انتو طبعا هاي الكلاس تشوفوا الكود تاعها، اذا بتضغطوا على هذا الزر بتكونوا اونلاين، يعني بيكون الكمبيوتر تاعكم مشبوك مع النت في اي لحظه، بتقدروا تشوفوا الكلاس هذه والكلاس هذه الكود تاعهن يعني موجودات لايف على موقع مؤلف الكتاب، وين موجود الكتاب المصادر التعليميه موجود هناك. يعني لو ضغطنا هون الان راح يفتح لنا الصفحه اللي موجود فيها الكلاس. هاي الكلاس، هذا الكود تاعها كاملا، كل الميثودز اللي موجودة فيها. طبعا بتقدروا انتو اذا في البيت عندكم هاي تعملوا لها كوبي وبيست وتشغلوها وتعملوا تيست، تنشئوا اوبجكتس منها بدون اي اشكالية. طبعا هذا الكلام متاح للجميع، يعني اي واحد بيكون شابك نت بضغط على اللينك اللي شفتوها في الباوربوينت هناك بيوصل له للكود هذا. طبعا هذا الكلام لكل الامثله اللي موجوده في الكتاب. طبعا معظم الامثله اللي بتشوفوها اي لينك على الباوربوينت، اذا كنت انت اونلاين على طول بوصلك للجافا كود تاعها. اوكي خلينا نكمل. Object Oriented Thinking يعني ايش مقصود فيها؟ التفكير في النمط الكينوني، باستخدام النمط الكينوني. احنا تعلمنا من بداية الفصل كيف نستخدم الـ Fundamentals of Programming في جافا، تعلمنا كيف الـ Input والـ Output، الـ Selections باستخدام if، if else او الـ Switch، تعلمنا الـ Loops، الـ Methods، الـ Arrays، كل هاي اساسيات البرمجة تعلمناها اللي تعطينا إمكانية نستخدم النمط الكينوني بشكل فعال. في chapter 9 بدأنا في استخدام الكلاسز ونعرف منها objects، وفي هذا chapter راح نعمق فهمنا للobject oriented paradigm، النمط الكينوني في البرمجة، من خلال يعني مجموعة أمثلة نفكر فيها من خلال الكلاسز والobjects لإيجاد الحلول البرمجية. هذا مثال ثاني اللي هو Body Mass Index. هاي كلاس موجودة في chapter 3 إذا ذاكرين. هذه الكلاس اللي هي يعني الفكرة تاعتها إنه أنت إذا على سبيل المثال بدك تفحص إنه أنت وزنك مناسب لطولك، يعني في من خلال methods بيعطينا إنه أنت وزنك مناسب ولا أقل من اللازم ولا أكثر من اللازم ولا أنت عندك سمنة زائدة مفرطة. هذه الكلاس نفس الشيء، الميثودز عفوا الاتريبيوتس، الاسم، الايج، الويت، الهايت، وفيها تو كونستراكترز. هذا الكونستراكتر هاي الباراميترز اللي له، هاي الكونستراكتر الثاني هاي الباراميترز اللي له. فيها ميثودين ثانيات، جيت بزنس سوري جيت بودي ماس اندكس وجيت ستاتس، يعني الوضع تاعنا، يعني الوضع اللي بيعطينا عباره انه يو ار اوفر ويت، يو ار نورمال، يو ار اندر ويت، يو ار اوبيس، يعني حسب شو الوضع اللي بناء على قديش طول الواحد وقديش وزنه وعمره، وبناء عليها بحسب البرنامج هذا او الكلاس هذه، هذا الميثودز فيها بتحسب لنا ايش الوضع اللي لنا. نفس الشيء برضو الكود لهذه الكلاس موجود في هذا اللينك، بتقدروا توصلوا له هنا كيف نستخدمها
وهنا رن له اذا بتحبوا تعملوا لها تيستينج، وانا بنصح انه الجميع يعمل لها تيستينج على كمبيوتر. اوكي، الكلاس ريليشن شيبس، العلاقات ما بين الكلاسز. طبعا لما نحن نبدا نحل في البرامج تاعتنا او نحل في المسائل تاعتنا باستخدام النمط القانوني، بيلزمنا نعرف شو العلاقات اللي ممكن تكون موجوده بين الكلاسز. طبعا العلاقات بين الكلاسز، بما انه البرنامج مركب من مجموعه كلاسز، فمعناها لازم يكون في عندنا علاقات بين الكلاسز هذه، روابط تربط الكلاسز مع بعضها البعض. اول علاقه من العلاقات اللي بين الكلاسز هي العلاقه العامه، الاسوسيشن. علاقه الاسوسيشن يعني انه في كلاس معينه في لينك بينه وبين كلاس ثانيه. يعني على سبيل المثال، اذا في كلاس معينه، كلاس لو نفرض انه عندنا كلاس A وكلاس B، اذا في داخل كلاس A في ميثود من الكلاس، من الميثودز اللي موجوده في كلاس A، انشات اوبجكت من الكلاس B واستدعيت ميثود من الميثودز اللي موجوده في كلاس B. لان هذا الكلام يعني انه انت في كلاس A تحتاج الى انشاء كائن من كلاس B، وهذا الكائن بيستدعي ميثود او اكثر من ميثود وبيرجع لنا شيء او بيعطينا نتيجه معينه. لان هنا هذا الكلام معناه اسوسيشن، انه في رابط ما بين كلاس A وما بين كلاس B. طبعا الاسوسيشن ممكن نفكر فيها احنا كنوع من الديبندنسي، الاعتماديه، انه اذا كلاس معينه بتحتاج لشغلها انشاء كائن من كلاس ثانيه واستدعاء ميثود او ميثودز في هذيك الكلاس، معناها في ديبندنسي انه كلاس A عشان تؤدي الوظيفه اللي مطلوبه منها في ميثودز اللي موجوده فيها تحتاج لكلاس B. فهي العلاقه بنسميها اسوسيشن. Okay. النوع الثاني من العلاقات اللي هي علاقة الاجريجيشن. الاجريجيشن ممكن في العربي نترجمها الجزء من الكل، تمام، او علاقة الكل مع الجزء او الجزء مع الكل. زي يعني انت عشان تعرف انه كلاس A وكلاس B بيناتهم علاقة اجريجيشن ولا لا، اذا قدرت تقول كلاس A object has a كلاس B object او objects، معناها العلاقة بيناتهم aggregation، او العكس طبعا، ان اذا قلنا كلاس B object has a elements، يعني بعض الelements تاعته كلاس A objects، معناها العلاقة بيناتهم علاقة aggregation. مثال عليها انه ال person والname، a person has a name. اوكي، على سبيل المثال انه human وhand، a human has two hands، ف او has a hand او has two eyes. العلاقة بين human وhand راح نلاقي علاقة aggregation، علاقة كل مع جزء أو جزء مع كل، تمام. العلاقة الثالثة بين الكلاسز علاقة الcomposition. الcomposition والaggregation علاقتين متشابهات، هن الثنتين علاقة كل مع جزء أو جزء مع كل. الفرق بيناتهم إنه في الaggregation، في الcomposition، في الcomposition ال part does not exist without the whole، يعني الجزء لا يوجد بدون الكل، بينما في الاجريجيشن الجزء ممكن يكون موجود كأوبجكت، يعني exists without the whole، بينما في الكومبوزيشن الجزء لا يوجد بشكل مستقل لوحده. الكثير من الناس بيستخدموهن، يعني بخلطوا بيناتهم، بيستخدموها هي خلص بالمسمى العام اللي هو اجريجيشن. التفاصيل الأعمق للعلاقة هاي، الفرق بين aggregation وcomposition، راح نشوفها خلال الأمثلة القادمة إن شاء الله. العلاقة الرابعة بين الكلاسز اللي هي علاقة الانهيرتنس أو علاقة الوراثة. هاي العلاقة راح ندرسها بعمق أكثر لأهميتها الكبرى، لأنها تعتبر من ركائز البرمجة الكينونية ومن الأمور المهمة فيها. راح نتعلمها بشكل موسع وبشكل تفصيلي في chapter 13 إن شاء الله. فهنا نبدأ في الاسوسيشن. الاسوسيشن is a general relationship that describes an activity between two classes. زي مثلا student takes a course أو instructor teaches a course. هاي العلاقة بيناتهم علاقة اسوسيشن، إنه في link بيناتهم. لا هذا جزء من هذا ولا هذا جزء من هذا، ولا هذا يرث هذا ولا هذا يرث هذا، ففي علاقة بيناتهم. هاي العلاقة بنسميها اسوسيشن. اوكي، العلاقة الثانية اللي هي الكومبوزيشن والاجريجيشن. الكومبوزيشن والاجريجيشن اطلعوا عليها كيف العلاقة هاي باليو ام ال دياجرام ممثلة. student has a name، student has an address. اوكي، لان الارقام اللي موجودة هون على العلاقة هاي بتبين الملتيبلسيتي، يعني one student has one name، هون one or more students has one address، يعني ممكن يكون اكثر من student لهم نفس العنوان.